عايزين نوصل لان المصريين جميعا يبقوا بيشاركوا في بناء مستقبل مصر. احنا في مرحلة تاريخية، مرحلة مهمة جدا، وهي ان بعد استقرار دعائم الدولة المصرية المصريين كلهم لازم يبقوا حاسين ان هم بيشاركوا في بناء المستقبل. ما تم في يعني الفترة السابقة من المؤتمر الاقتصادي والاحتفالية الخاصة باتحاد الصناعات والدفع الكبيرة للدولة النهاردة بتديها للقطاع الخاص في مجال الصناعة، الحقيقة كلها محاور مهمة، واعتقد ان احنا هنتواصل لان يعني احنا يمكن ما انهيناش الحوار بالكامل، لكن اعتقد ان هتبقى في فرص أخرى لمزيد من تبادل الرؤية والأفكار إن شاء الله. كلمنا كمان إزاي هنقدر نفعل سياحة المؤتمرات وسهولة الدخول إلى جمهورية مصر العربية من جميع الجنسيات، بحيث إن احنا نقدر نفعل عدد الأيام في خلال السنوات أو في خلال السنة، عدد الأيام اللي تستغل كمعارض أو كونفرنس وإيفنتس. الحزب النهاردة كان ليه اقتراحات ورؤى يعني تتواكب مع الحوار الوطني، أهمها طبعا قانون المحليات والتعجيل بصدوره، أو ويمكن الحزب بيتبنى فكرة تطبيق اللامركزية بتدريجيا.